مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أعزائي الطلبة الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة التربية الإسلامية، المرحلة الثانوية، الصف العاشر. عنوان الدرس: المخدرات وخطرها على المجتمع، الجزء الثاني. يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يذكر الأسباب التي تساعد على انتشار تعاطي المخدرات، وأن يعدد جوانب الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات. وقبل أن نوضح هذه الأهداف ونقوم بشرحها، إليك هذه التهيئة لنربط الدرس الحالي بالدرس السابق. أولا، وضح مفهوم المخدرات ومفهوم المفترات. ما معنى المخدرات وما معنى المفترات؟ المخدرات هي كل مادة نباتية أو صناعية يؤدي استخدامها إلى الإدمان وتغييب العقل. أما المفترات فهي كل مادة تورث الفتور والخدر في الأطراف. أذكر أنواع المخدرات حسب مصدرها وطريقة إنتاجها. المخدرات أنواع، منها الطبيعية، ومنها نصف التركيبية، ومنها التركيبية. ما الحكم الشرعي للمخدرات مع ذكر الدليل؟ أما حكم المخدرات الشرعي فهي حرام في الإسلام، بل من كبائر الذنوب. ودليلها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالمخدرات تذهب العقل وتغيبه، فتأخذ مثل حكم الخمر في التحريم. بعد هذه المقدمة، تعالى عزيزي الطالب كي نبدأ بالهدف الأول، وهدفنا هو أن نذكر الأسباب التي تساعد على انتشار تعاطي المخدرات. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات؟ نذكر 4 أسباب، من بينها ضعف الوازع الديني، أي ضعف الإيمان. أما سبب ضعف الإيمان فهو البعد عن طاعة الله والوقوع في المعصية. البعد عن طاعة الله والوقوع في المعاصي والذنوب والمنكرات. أما علاج هذا فعلى المسلم أن يقوي صلته بالله كي يحفظه الله تعالى من المعاصي والآثام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو رديفه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن هذا سبب هام جدا في الوقوع في المخدرات. السبب الثاني وهو الفراغ، ويقصد بالفراغ الوقت الذي لا ينتفع به الإنسان.
سببه عدم تقدير قيمة الوقت ومعرفة كيف يشغل أو يشغل هذا الوقت بما ينفع. أما علاجه فعلى المسلم أن يشغل وقته بما يفيد وينفع، وأن يغتنم نعمة الصحة والفراغ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. السبب الثالث: أصدقاء السوء، وهذا سبب رئيس في الانحراف والبعد عن الله والأخلاق الفاضلة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك والنافخ في الكير، حيث شبه النبي في هذا الحديث الصديق الصالح بالذي يحمل المسك الذي تنتفع به، وأما الصديق السوء هو الذي هو مثل الذي يشتغل في صناعة الحديد فما تشم منه إلا رائحة كريهة. أما علاج هذا السبب فعلى المسلم أن يختار لنفسه الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب كما يقال. رابعا، بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، فما تبثه هذه القنوات من برامج ومقاطع تشجع الشباب وتدعو إلى الإدمان وتعاطي المخدرات، وكذلك بعض قنوات الاتصال الاجتماعية. وعلاج ذلك على المسلم أن يختار القنوات المفيدة والبرامج النافعة، وأن يبتعد عن تضييع وقته في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا نفع فيها. التعلم الذاتي، بعدما ذكرنا أسباب انتشار المخدرات وتعاطيها، افتح كتابك على صفحة 150 وأجب على السؤال السابع: اذكر ثلاثة من أسباب تعاطي المخدرات. ذكرنا لك خمسة، حاول أن تذكر ثلاثة. الأول ما هو؟ ضعف الوازع الديني، ممتاز. وهو ضعف الإيمان. ثانيا الفراغ، وثالثا أصدقاء السوء. الهدف الثاني، سنقوم في هذا الهدف بأن نعدد جوانب الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات. أضرار المخدرات، للمخدرات أضرار كثيرة، من بينها أضرار دينية، بحيث تدخل الإنسان في الغفلة عن ذكر الله، وتبعده عن الصلاة وعن فعل الواجبات والطاعات. وللمخدرات أضرار اجتماعية، بحيث تدفعه إلى سوء العلاقة بين الفرد وأسرته، وإلى خرق القوانين والعادات والتقاليد
التي تسود في المجتمع، وانتشار الجرائم والرذيلة وضياع الأخلاق والقيم. من أضرار المخدرات أضرار اقتصادية، بحيث يبذر الأموال وتقل أو يقل الإنتاج لدى الشباب المدمن بسبب الضعف والخمول وهدر أموال الدولة على مكافحة المخدرات. رابعا، أضرار المخدرات الصحية. ولا شك أن المخدرات أضرار صحية كثيرة، نذكر منها أضرار اضطراب القلب وارتفاع ضغط الدم، ما قد يسبب الموت الفجائي. ثانيا، الإصابات بالتهابات في المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة. ثالثا، التأثير على الجهاز التنفسي، وغيرها من الأضرار الكثيرة التي تمس بصحة الإنسان. خامسا، الأضرار النفسية. وأثار هذه الأضرار تتمثل بالشعور بالقلق الدائم، مما قد يؤدي بذاك المدمن إلى الانتحار. وأيضا خلل في إدراك المسافات والزمن والأحجام، بحيث يصير المدمن لا يدرك المسافة ولا الزمن ولا حجم الشيء، فتجده يخلط بين هذه الأمور. وثالثا، العصبية الزائدة وحدة المزاج والتوتر الدائم، فيكون في حالة يرثى لها. هذه بشكل مجمل عزيزي الطالب أضرار المخدرات وما ينتج عنها. التعلم الذاتي، افتح كتابك على صفحة 149 وأكمل الجدول بما يناسبه. أضرار المخدرات من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، ومثال للضرر. الناحية الدينية، تدخل الإنسان في الغفلة عن ذكر الله، تبعد عن الصلاة وعن فعل الواجبات والطاعات. من الناحية الاجتماعية، الضرر سوء العلاقة بين الفرد وأسرته، خرق القوانين والعادات والتقاليد في المجتمع. مثال من ناحية الاقتصادية، تبذير الأموال، قلة الإنتاج لدى الشباب المدمن. مثال للأضرار الصحية، اضطراب القلب وارتفاع ضغط الدم، وأيضا الإصابة بالالتهابات في المخ وغير ذلك. الأضرار النفسية، خلل في إدراك المسافات والزمن والأحجام، العصبية الزائدة وحدة المزاج والتوتر. قبل أن ننتهي من هذه الحصة، نقوم بغلق ما أخذناه بطرح الأسئلة التالية. هناك أسباب كثيرة تساعد على انتشار تعاطي المخدرات، أذكر اثنين منها. من هذه الأسباب، قلنا ضعف الوازع الديني، أي ضعف الإيمان، وثانيا الفراغ. أذكر أضرار المخدرات من الناحية الاقتصادية. من ناحية الاقتصادية، ذكرنا تبذير الأموال وقلة الإنتاج لدى الشباب المدمن. ثالثا، ما السبب الرئيس في انحراف مصاحبة أو السبب الرئيس في الانحراف مصاحبة أصدقاء السوء؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أعزائي الطلبة،
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا وحصتنا هذه. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى درس قادم نلقاكم بتمام الصحة وموفور العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.